كان ذو القرنين يجوب الأرض ليصلح فيها ويدعو الناس إلى توحيد الله، وقد مكن الله له في الأرض وجعله من العارفين بأسرار العلوم الإنسانية وفنون القتال. اثني ركبتك الأمامية وأنت توجه الضربات. أمرك يا سيدي القائد. هيا اضرب. لا تندفع كالثور واحرص على حفظ توازنك. معذرة يا ذا القرنين. بتار، عقاب. أمرك يا ذا القرنين، رهن إشارتك. أريد تدريبا عنيفا على حفظ التوازن وعلى تحمل الجهد. اجعلهم يعبرون البحيرة فوق ألواح من جذوع الأشجار. أليس الاختبار شاقا؟ من يفشل فيه لا أريده في جيشي. واجعلهم أيضا يمشون زحفا بين النيران المشتعلة. أمرك يا سيدي. لا راحة قبل أن تتم التدريب على أحسن وجه. من يسقط من التعب يترك الجيش فورا. أيها التاجر، أريد شيئا من اللحم وليس معي إلا قطعة من الفضة. خذ اللحم دون أجر يا عماه. دون ثمن؟ بارك الله لك. بل ادعوا لذي القرنين الذي نشر العدل والخير. اللهم اغفر له ما كان من تقصيره في خدمة الناس. عقاب، أين أنت؟ هنا، لم آكل منذ الصباح. ليس هذا وقت الطعام، هناك اجتماع عاجل مع القائد ذي القرنين. اجتماع عاجل؟ أنتم تسألون أنفسكم لماذا هذا الاجتماع في جوف الليل؟ بالتأكيد للقائد الحكيم أسبابه القوية. استعدوا للسفر. سفر آخر؟ لقد جبت معظم أنحاء الأرض يا سيدي. ها قد اعترفت، معظم وليس كل. يجب أن أسافر إلى كل أنحاء الأرض لأتأكد أنني لم أقصر في حق الناس. لماذا تشعر دائما بالتقصير يا سيدي؟ إن العلم والتمكين في الأرض ابتلاء للعبد. الله ابتلاني بالقوة والعلم ليرى إن كنت أشكره أم لا. وما هي علامات الشكر في رأيك يا سيدي؟ أقلها أن أمضي وقتي في خدمة الناس والسعي إليهم في كل مكان، أنشر بينهم الدعوة إلى الله وأعينهم على أمور دنياهم. لنسافر غدا إن شئت. بل نسافر الليلة، سأصحب القائد عقابا والقائد بتارا وجنودهما في الرحلة، وأترك بقية الجيش هنا لحماية الناس. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. هؤلاء القوم لماذا يجلسون كالمرضى؟ هل نجد لديكم قليلا من الماء لنا وللخيول؟ إننا نكاد نهلك من الظمأ، ولا زرع أمامك. كيف تعيشون إذن؟ ننتظر هبوط الأمطار لندخر الماء في أوان ضخمة. ولماذا لا تحفرون الأرض وتخرجون منها الماء؟ الماء في هذه الصحراء الجرداء؟ كيف؟ سأنقب لكم عن الماء، يمكنكم أن تحفروا هنا. الماء يا سيدي، لا أصدق عيني. نعيش فوق الماء ولا ندركه. كيف أشكرك؟ لست أنا من يستحق الشكر، بل اشكر من وهبك الخير. عمن تتحدث؟ عن الله الواحد الأحد الذي خلقنا ووهبنا نعمه لنعبده ونشكر فضله. اللهم لك الحمد وحدك ولك الشكر وحدك. لا نريدكم أن ترحلوا يا سادة. لقد انتهت مهمتنا. ألا يمكنكم أن تبقوا معنا بضعة أيام أخرى؟ هذا قرار القائد ذي القرنين. نريدك أن تبقى معنا أيها السيد الكريم. انهض أيها الرجل ولا تنحني لغير الله. لقد تعلمتم الآن حفر الآبار وزراعة المحاصيل الصحراوية، وبعد أيام ستنبت في أراضيكم أشجار النخيل لتطعم أولادكم، فصلوا لله واشكروه. إلى أين نتجه الآن يا سيدي؟ إلى الغرب. إن جيش ذي القرنين على أبواب المدينة، احسموا أمركم. الحرب 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 الحرب. انتظروا أيها القوم، لماذا نحارب ذا القرنين؟
إنه رجل صالح وعادل ولم ينهب أرضا دخلها. وما ذنب أطفالنا في تلك الحرب؟ أنتم خونة أتباع للغزاة. نقتلهم يا سيدي. ليس الآن، بعد أن نتصدى لذي القرنين وجيشه ونقهره نلتفت للخونة. هل أنتم واثقون بأننا نستطيع مقابلة جيش ذي القرنين؟ أعتقد أن... ما هذا؟ زلزال، زلزال. المصيبة الأكبر، إنه جيش الأعداء. أيها القوم، ما جئت معتديا ولا طامعا في أرضكم، وإنما جئت لأنشر الخير والعدل. ما رأيكم؟ المسألة لا تحتاج إلى رأي، نحن نستسلم. أيها القائد، خذ ما شئت من ذهبنا وأرضنا وعبيدنا واتركنا لنعيش. ماذا نفعل بهؤلاء القوم؟ احتجزهم حتى ننظر في أمرهم. ماذا ترى؟ هل سيقتلنا؟ بالتأكيد سيقتلنا كما كنا نفعل بأعدائنا. إنها النهاية. سنؤخذ نحن بذنوبكم ونعذب جميعا. سيدي، ماذا نفعل بشأن الأسرى؟ سنعذب الظالمين لينالوا نصيبهم في الدنيا ويكونوا عبرة لغيرهم، ثم يعذبهم الله العذاب الأكبر يوم القيامة. لقد كان القوم كلهم فاسدين، فهل نعذبهم جميعا؟ لا، الأبرياء والمستضعفون لا ذنب لهم. ولكنهم سكتوا عن الظلم يا سيدي. لم يكن بوسعهم غير السكوت، لم يكونوا قادرين على المقاومة. هل نعفو عنهم إذن؟ ليس هذا فقط، بل سنعوضهم عن الظلم ونقول لهم قولا طيبا يرضيهم. الحمد لله الذي مكنني في الأرض وآتاني أسباب النصر وألهمني أن أحكم بالعدل. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. أنهى ذو القرنين مهمته وقرر الرحيل، فسافر هو وجيشه في رحلة طويلة. سيدي، لقد استبد بنا التعب. يحتاج الجنود إلى الراحة والخيل كذلك، مرهم بالتوقف. سيد القائد، إننا نسير منذ أيام طويلة ولا نعرف وجهتنا. إننا نجاهد في سبيل الله يا عقاب، وجهتنا كل إنسان على الأرض يحتاج إلى النصح أو المساندة. ولماذا نختار الأماكن الوعرة؟ سكان القصور والحدائق ليسوا في حاجة إلينا، بل يجب علينا أن نقومهم إذا تجبروا وأفسدوا في الأرض. أما الفقراء فهم ضالتنا التي نبحث عنها. صلوا من أجل طرد الأرواح القادمة مع ذي القرنين. توقف أيها الساحر، إن ذا القرنين لا يؤذي من يسالمه، وهو يريد فقط أن يساعد الناس وينشر دعوته. يجب أن ندافع عن آلهتنا التي كان يعبدها الآباء والأجداد. ندافع؟ إن جيشه لم يهزم من قبل. ستعيننا أرواح الآلهة. لو كانت هذه الآلهة قادرة على القتال فلتواجه ذا القرنين وحدها. ماذا تقول يا حكيم القرية؟ احقن دماء أهل قريتي وأحذركم من غضب ذي القرنين. ماذا يفعل هؤلاء؟ إنهم يؤدون رقصة التحية ويعبرون عن انتمائهم وولائهم. أشكرهم، ولكني أريد أن أقول شيئا. صمتا أيها الناس. إن ولاءنا لله وحده، والله لا يفرق في الجزاء بين غني أو فقير، أبيض أو أسود. أعمالكم الطيبة هي التي ترفع درجتكم عند الله. قوموا بترويض الخيول كما علمتكم. عندي سؤال يا سيد القائد. تفضل. ك
كيف تعرف كل هذه الأشياء؟ صيد الحيوانات وترويضها، وعلاج الناس، وبناء البيوت، وزراعة الأرض. هذا من فضل الله وحده، قد آتاني الله من كل شيء سببا ودلني على طريق المعرفة. هل لازلت مصمما على الرحيل؟ لقد أديت مهمتي هنا. إذن اسمح لي أن أقترح عليك أمرا. ماذا؟ هناك قوم في الجنوب يحتاجون إلى عونك ومساعدتك. أتجه إليهم بإذن الله. الحرارة لا تحتمل، غدا تعتاد الجو الحار. هل سنبقى هنا للغد؟ بل سنعسكر ونبقى حتى نعلم سكان هذه الأرض ونفيدهم من فضل الله علينا. أي سكان يا سيدي؟ المكان يبدو مهجورا. لا يمكن لإنسان أن يعيش تحت هذه الشمس المحرقة. إنهم هناك. ما أغرب تصرفاتهم؟ يبدو أنهم يحمون أجسادهم من الحرارة الشديدة. وأين مساكنهم؟ هؤلاء قوم بدائيون لم يروا مساكن من قبل، ولم يعلمهم أحد كيفية البناء. وكيف ينامون إذن؟ الأمر يحتاج إلى دراسة. مروا الجنود بأن ينصبوا الخيام. يسألون عن الخيام، أدهشهم شكلها وأرادوا أن يكون لهم مثلها. يمكننا أن نترك لهم الخيام وننصرف. ستبلى بعد قليل وسيعودون إلى المشكلة نفسها. وما الحل يا سيدي؟ نعلمهم بأن يبنوا بيوتا وأكواخا تحميهم من حرارة الشمس، ونعلمهم أن يحفروا أنفاقا في الأرض يسيرون فيها أثناء النهار. أمرك يا سيدي، ولكننا لا نعرف لغتهم. سأحدثهم أنا. أريدكم الآن أن تصنعوا مناشير ضخمة لقطع الأشجار. في الحال يا سيدي. وأنت يا عقاب، مر جنودك بأن يجدلوا من تلك الأغصان اللينة حبالا، وأن يجمعوا المادة الصبغية من جوف الأشجار. يمكنهم هنا تخزين الحبوب والفواكه والمرور إلى الناحية الأخرى من الغابة. المهم أن يفهموا الغرض من عمل هذه السراديب. احذر وأنت تتحدث أمامهم. لماذا؟ لأننا تعلمنا بعض الكلمات، علمنا ذو القرنين لغتكم. هذا يعلمك يا بتار أن تكون حريصا في كلامك. ألا زلت تعتقد أننا أضعنا وقتنا في هذا المكان؟ سامحني يا سيدي، جزاك الله خيرا عنا وعنهم. هيا لنصعد وليبيت ليلتهم في البيوت الجديدة. إننا لن ننساك يا ذا القرنين. أشكرك، لا تنسى أن تدعو لي في صلاتك. أنا أدعو لك؟ من يدري أينا عند الله أكثر صلاحا؟ ليست الهدايا في مقامك، لكنها أفضل ما لدينا. هذا الذهب لا يلزمني، ربما يسعد النساء في قبيلتكم. هل ترد هديتنا المتواضعة؟ أترك لكم الذهب وأخذ الصندوق الخشبي الذي صنعتموه من أجلي حتى لا أرد الهدية. كيف أجدك إن أحببت أن أزورك؟ لا أدري، أنا لا أستقر في أرض كما ترى، ولكن أحب أن أراك على خير. هونغا. وعليكم السلام أيها القائد النبيل. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. مضت أيام كثيرة على الجيش حتى وصل إلى منطقة جبلية عجيبة. كان هناك جبلان عظيمان يشبهان سدين هائلين نحتتهما يد الزمن في الصخور. توقفوا هنا، الخيول لا تستطيع أن تصعد أكثر من هذا. نعسكر إذن أيها القائد؟ بل نستمر في صعود الجبل. كيف؟ إن في ذلك خطورة بالغة. أنتم مدربون على التسلق وعلى القتال أيضا في أصعب الظروف. لا أظن أن هناك أقواما يعيشون في تلك المنطقة النائية. كان هذا نفس ظنك عند مطلع الشمس. سنصعد الجبل، هل تريد أن تبقى هنا؟ لا يا سيدي، لم أقصد. إننا دائما أتباعك المخلصون. سبحان الخالق العظيم، والحمد لله أن منحني شرف السجود في كل بقاع الأرض، من صخور الجبال ورمال الصحراء وشواطئ الساحل وأرض الغابات المعشوشبة.
عاد القائد عقاب ومجموعته من جولة الاستكشاف. أين هو؟ اقترب يا رجل. اسمح لي يا سيدي أن أعتذر أولا، كان رأيك هو الأصوب كالعادة. لا عليك، هل قابلت أحدا من سكان تلك الجبال؟ رأيت عددا كبيرا منهم، ولكني في الحقيقة لم أستطع أن أكلمهم. لماذا؟ يتحدثون لغة عجيبة ولا يكادون يفقهون قولا. دلني فقط على مكانهم، لا تطاردهم، سأحدثهم بلغتهم. سياناو، السلام عليكم يا أهل تلك الأرض، جئتكم بالسلام ولا أنوي القتال، إنما أريد أن أدلكم على خيري الدنيا والآخرة. ماذا يقول القائد؟ لغة لا نعرفها. هل يفهمون كلامه؟ بالتأكيد، ولكن يبدو أنهم لا يرغبون في الحديث. ما أعجب هؤلاء القوم، إنهم حتى لم يعطوني الفرصة للتفاهم ومعرفة مشكلتهم. تبدو على الغريب علامة الطيبة والصلاح. أية طيبة وأي صلاح، إنه مثل غيره يريد أن يفترسنا. لو كان من أكلة لحوم البشر مثل يأجوج ومأجوج لحاول أن يمسك بنا. لا 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 أظن ذلك. وإذا أظهر لنا أنه مفسد وأنه متوحش؟ لن نخسر شيئا، إن يأجوج ومأجوج يتناوبون الهجوم علينا ويقتلون منا أعدادا في كل مرة. معك حق، هي تجربة خطيرة، لكن ليس أمامنا حل آخر. لنسرع إليه قبل أن يستيقظ قوم يأجوج ومأجوج من نومهم. هيا بنا، ابقوا أنتم لحراسة الأطفال والعجائز. أين ذهب القوم الذين يسكنون السهل يا جوجة؟ إنني جائع. تسلى بتناول الغزلان الجبلية حتى يظهر البشر. لا أريد أن أفسد شهيتي، أريد لحما آدمية. لا تخافا، لن أؤذيكما. نشكرك، أرجو أن لا تكون من أكلة لحوم البشر. ما هذا القول؟ نحن لا نأكل لحم إخواننا. هل تعدنا إخوانك؟ بكل تأكيد، خلقنا الله من أب واحد، هو سيدنا آدم عليه السلام. من أين جئت بهذه المعلومات؟ قرأت الكتب السماوية التي نزلت على أنبياء الله عليهم السلام، وأعرف أن نبيا خاتما سيأتي في القادم من الأيام ليجمع المؤمنين على كلمة سواء. لم نرى في حياتنا إنسانا مثلك، ما اسمك؟ يمكنكم أن تنادوني بذي القرنين. صدقونا أيها الناس، إن ذا القرنين رجل صالح ولا يريد إيذاءنا. لولا حربته التي أصابت زراع العملاق من قوم يأجوج لما كنا على قيد الحياة. ربما أعاننا على يأجوج ومأجوج إذا طلبنا منه ذلك. وهل تعتقدون أنه سيعيننا دون مقابل؟ لنفترض أنه يريد أجر مقابل حمايتنا، أي قيمة لأجر يساوي الحياة؟ لنعطه الذهب أو لنجعل له خرجا من ثروتنا، إنه يستحق. اهربوا، إنهم قوم مأجوج. لا تخافوا، أنتم الآن في حمايتي. إنك لا تعرفهم يا سيدي، إنهم أقوام شرسون. لقد رأيت عملاقين منهم. إنهم قوم يأجوج. أما مأجوج فهم أكثر خطورة. كيف؟ هل هم أكبر حجما؟ بل الأصغر، ولكن لهم أنياب ومخالب كالأسود المفترسة، وهم يهجمون كالبهائم وفي سرعة البرق. كم أعداد يأجوج ومأجوج؟ ما استطاع أحد حصرهم. أمر عجيب، إن محاربة هؤلاء القوم تعني فناء الجيش دون فائدة. والعمل، كيف نتصرف؟ لقد تصورنا أنك تستطيع مساعدتنا. سأفعل إن شاء الله. أيها القائد الكريم، لقد أحضرنا هذه الهدايا لك، ونعدك بأن نعطيك في كل عام أجرا كبيرا. أرجوك أن تقبل. خذوا أموالكم وهداياكم، لست أتقاضى عن عملي أجرا، إنما أعمل لوجه الله عز وجل. لقد سمعنا من أخبارك الطيبة، وأنك تبني المدن والسدود وتمضي في الأرض معمرا مصلحة. هذا من فضل الله. نرجوك أن تبني لنا سدا يمنع عنا أذى يأجوج ومأجوج. سأبني لكم السد،
ولكن عليكم أن تعينوني. نحن خدمك ورهن إشارتك. مرنا، ولن تجد منا إلا السمع والطاعة. توكلت على الله. لماذا لا نهجم على أهل السهول؟ إنهم يختبئون عند الرجل القوي الذي يقود جيشا. نستطيع أن نهزمهم ونأكله هو الآخر. إن القائد الذي يحمي سكان السهول كثير السفر والترحال، غدا يسافر ويتركهم لنا فريسة سهلة. نعم نعم، أفضل ألا أجد مقاومة من الطعام الذي آكله. آتوني بالحديد، ضعوه هناك. لماذا لم تستعن بالجنود بدلا من هؤلاء القوم؟ نحن أقوى منهم وأسرع. يجب أن يعملوا ليحموا أنفسهم من الأعداء. كان بوسعنا أن نقاتل يأجوج ومأجوج مهما كانت أعدادهم. ليس من الحكمة أن أقاتل وأعرض آلاف الجنود للموت بينما بإمكاني منع هذا دون إراقة الدماء. انصهر الحديد أيها القائد. أنفخ الآن حتى يصير نارا. هل نهدر النحاس المذاب؟ نعم. صبوا بالمقادير التي أشرت عليكم بها. حسنا، هذا يكفي. ماذا نفعل الآن؟ هذا دوركم في الراحة، ولتأتي المجموعة الثانية للعمل. لم نشعر بتعب يا سيدي. هذا أمر واجب التنفيذ، فلتنصرف تلك المجموعة إلى الراحة. هيا أكملوا عمل إخوانكم. ألا يكفي هذا الارتفاع؟ لا، يجب أن يصل إلى آخر الجبل. لن يستطيع تسلق هذه المسافة. إننا نبني سدا ليعيش إلى ما شاء الله. بتار. نعم يا سيد القائد. هل تأكدت من متانة البناء؟ إنه شديد الصلابة وأملس إلى أقصى درجة. هذا ضروري حتى يفشل أهل يأجوج ومأجوج في تسلقه أو نقبه. إنك لم تنل قسطا من الراحة منذ أيام. يجب أن نسرع يا عقاب قبل أن يستيقظ يأجوج ومأجوج ويهاجموننا. ما هذا؟ متى بنوا هذا السد؟ هيا لنندفع جميعا ونحطمه. إنه لا يتزحزح. اقذفوا بكرات النار. النار ترتد إلينا. افعلوا أي شيء. الأقوام الصغيرة تحاول حفر السد بأنيابها ومخالبها. إن أنيابهم تتحطم والسد لا يتأثر. استمروا في خلط الحديد بالنحاس المصهور وتعلية البناء. انتهى البناء أيها القائد. هذا رحمة من ربي. مر الجنود بأن يستعدوا للرحيل. إلى أين نتجه هذه المرة يا سيدي؟ إلى أرضنا. ألم تشتاقوا إلى أولادكم وأهاليكم؟ كدنا ننساهم يا سيدي. هذا قدر المجاهدين في سبيل الله. هذا السد لا يمكن تحطيمه، أظن أنه سيبقى إلى أبد الدهر. لا شيء يبقى إلا الله. السد اليوم منيع، ولكن له أجل سيبلغه، ويوم يجيء وعد الله سينهار السد ويطغى يأجوج ومأجوج في الأرض. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي
فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. عاش رجل من الأغنياء كان يملك حديقة رائعة تمتلئ بالزروع والثمار والفواكه والأشجار والورود. بارك الله لك يا سيد حمدون في وليدك الجديد. شكرا لك يا شيبون، إني والله أحار في تسميته. أنت سميت الكبير أسدا ليكون شجاعا وقويا، وسميت الثاني جوادا ليكون كريما ومعطاء، فأي الصفات تتمناها في وليدك الثالث؟ أريد أن يكون متحملا صبورا في الشدائد، فالعز لا يدوم إلا لصاحب العزة والأيام دول. بارك الله في مالك وجنتك. أقترح أن تسميه صخرة ليكون في شدة الصخر وصلابته. تفضلوا، تفضلوا بالهناء والشفاء، تفضلوا. أنت الذي تخدمنا بيدك يا سيد حمدون. أنتم ضيوفي الكرام وخدمتكم واجبي، كل ما يقطعه المنجل حق للفقراء، وما تبقى من الحبوب يكون لنا. هذا كثير يا سيدي، إن المنجل يقطع 3/4 الحبوب، فكيف تتصدق بكل هذا؟ الفقراء كثيرون يا صديقي، وهم أحوج منا بالطعام. ولكن اعمل حسابا للغد، إن لديك 3 أولاد يحتاجون إلى تلك الثروة. لقد ادخرت الله لأولادي، وربع الحاصلات من الأرض يكفيهم وزيادة. هل تظنهم يرضون عن هذا؟ إنها حديقتي، وقد شقيت عمري في زرعتها حتى أصبحت جنة الله على الأرض. نعم، كل الناس يطلقون عليها اسم الجنة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. لقد كبرت وأصابني الوهن، وأريد أن أفرح برؤية أولادكم قبل أن أموت. أطال الله في عمرك يا أبي. الأطفال مزعجون، يحتاجون دائما إلى حلوى وملابس جديدة، ويحتاجون إلى تلقي العلم وألواح وأقلام، ويمرضون فجأة ويحتاجون إلى الطبيب والدواء. كفاك سوادا يا بني، لم تكن طفلا مثلهم؟ لا أتذكر. أنا يا أبي أريد أن أتزوج، وقد اخترت العروس. من يا ترى؟ سلمى ابنة صنعان. أحسنت يا بني، إنها فتاة طيبة ومن بيت كريم. بيت كريم؟ إنهم فقراء شاحذون. لا إله إلا الله، الغنى يا بني من عند الله وحده. لماذا لم تقم باستدعائي يا سيد حمدون بدلا من تعبك؟ ألا تريد أن تستقبلنا في دارك يا رجل؟ معاذ الله، إنها داركم. لن أطيل عليك يا صنعان، لقد جئت خاطبا ابنتكم. هذا أعظم من أن أصدقه. لقد طلب صخر مني أن أخطب له سلمى. صخر؟ ماذا؟ ألا ترينني مناسبا لقدرك الرفيع؟ أنا معذرة، يبدو أنه خجل العذارة، سأناديها. لقد أهنتها، ألمحت لفقرها وصغرت من شأنها أمام أبيها. أظنه لا يقصد يا أبي، إنها ذلة لسان ويمكن الاعتذار عنها. لم أقل شيئا. اعتذر لمن؟ لخدمنا؟ لمن يشحذون من الطعام؟ إننا فقراء يا ولدي، وأنتم أصحاب فضل علينا. استغفر الله، استغفر الله يا أخي. دعني أكمل يا سيد حمدون، لقد عشنا سنين طويلة
نأكل من خيركم ولا ننكره، ولكن ربيت ابنتي على عزة النفس والكرامة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ماذا تفعل يا جواد؟ أسبح الله يا أبي حتى تهدأ القلوب ويرحل عنها الغضب، وحتى يشفيك الله لنا وننعم برضاك عنا. إنني راض عنك يا جواد، ولكنني غير راض عن أخويك. أرجوك يا أبي سامحهما، إن أسدا قد لام صخرا وعرفه خطأه وهو نادم أشد الندم. هل تكذب علي يا ولدي؟ لا يا أبي، إنما أقول ما أظنه قد حدث. هذا لأنك تفكر بعقلك وقلبك أنت، ولكنني أعرف أخواك أكثر منك. أرجوك يا أبي أن ترتاح كما نصح الطبيب. اسمعني، اسمعني جيدا يا بني، مهما اختلفت مع أخويك فلا تتفرقوا، وكونوا كونوا جميعا يدا واحدة، لا تتفرقوا يا بني، لا تتفرقوا. أشد ما آلمني رحيل صاحب السيد حمدون. شكرا لك يا عمي شيبون. إن السيد صنعان وبعض الإخوة يريدون تقديم العزاء. السيد صنعان؟ منذ متى؟ منذ متى والشحاذون يقال عنهم سادة؟ اذهب أنت نيابة عنا واقبل منهم العزاء، أنا أكبركم وأعرفكم بالمصلحة. على الأقل نقدم لهم الحليب والتمر. وهل الحزين يأكل أو يشرب؟ دع الكبير يتصرف يا جواد. الأمر لكما، اتركاني في حزني وألمي. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. انظر يا صنعان، إنهما أصحاب الجنة. نعم، أعرفهم جيدا. لقد أثمرت الجنة في هذا الموسم أكثر من أي موسم آخر. هذا رزق اليتامى والمساكين. إنهما صنعان وتعز، كان أبي يحب إكرامهما. رحمه الله رحمة واسعة، لم يعد موجودا. أليس من الواجب أن نناديهما؟ لا، بالطبع سنذكرهم بالمرحوم ونستعيد الحزن. سمعتهم يقولون إن جناتنا رزق للمساكين. يا للطمع، قبل أن نقطف الثمار يفكرون في نصيبهم. إنهم ليسوا شركاءنا ليكون لهم نصيب. كان أبي رحمة الله عليه يعطي المساكين أولا. هو وشأنه، أما نحن فسنأخذ حقنا في الصباح قبل أن يصحو أحد. لكن لا مكان للكن، سنأخذ الثمار كلها ولن يأكل منها فقير. فلتقسم معنا على ما تويناه.
إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. بعد أن رحل الأب الطيب الذي كان يتصدق بأكثر ماله ويجعل كل ما تقطعه المناجل حقا للفقراء، ورث الأبناء أباهم وصاروا هم أصحاب الجنة. الجنة أثمرت بسخاء عظيم هذه السنة. لا بأس، أشعر بالجوع الشديد، هيا إلى القصر لنتناول الغداء. ما رأيكم أن نأكل هنا في الهواء الطلق؟ ربما يشاركنا بعض الجيران في الطعام. جواد، هل نسيت ما أقسمنا عليه؟ نشارك المساكين؟ إن وضعنا كسادة يمنعنا من الأكل في العراء مثل سائر المزارعين. هيا هيا، لا تضيع الوقت في مجادلة فارغة، لنذهب إلى قاعة الطعام ونطلب من الطهاة أن يسرعوا بإعداد وليمة الغداء. أي ينطلق أيها الحصان الكسول. كانت وصيتك يا أبي ألا نفترق، فماذا أفعل الآن؟ متى نبدأ في جمع المحصول؟ غدا مع أول ضوء النهار قبل أن يستيقظ الشحاذون. تقصد جيراننا؟ اسمع يا جواد، لا نريد أن نعطي الفقراء شيئا حتى لا ينقص من مالنا شيء، لكننا اعتدنا أن نتصدق في كل عام بشيء من الثمر والقمح. لن يحدث، هذا يكفي ما تصدقنا به في الأعوام السابقة. أنا أتفق معك، لكن هذا حرام. حرام؟ إنه مالنا. دعك من أفكار الحرام والحلال، نحن الآن أغنياء، لا شيء يهمنا. كان أبي دائما يقول إن من يتصدق ببعض أمواله يبارك الله له فيما تبقى. لقد حصلت البركة وانتهى الأمر، ألم ترى الجنة وأشجارها تنحني من كثرة الثمار؟ جواد، أنت أقسمت معنا، وحراما أن تحنث بالقسم. حسنا، افعلوا ما ترونه صوابا. الخادم حاول أن يمنعني من الدخول عليكم في قاعة الطعام وكأني غريب. تفضل يا عمي شيبون. بالهناء والشفاء، لقد سبقتكم. حان وقت الحصاد، فمتى تبدأون في جني ثمار الحديقة؟ أظن هذا أمرا عائليا يعنينا نحن فقط. أسد يقصد ألا يزعجك بأعباء الحصاد. كنت أريد أن أعاونكم، فأنا أعرف المساكين المقعدين الذين كان والدكم رحمه الله يحرص على توصيل الصدقة لهم في بيوتهم. شكرا لك، عندما نحتاج إلى خدماتك سنرسل من يطلبك. ألا نعطي صديق أبي شيئا من الحبوب والثمار؟ اغلق فمك أيها الخادم، دل السيد شيبون على الطريق. شكرا، أعرف طريقي جيدا. رحم الله أباك يا جواد. لم أرى في حياتي أرذل من هذا الرجل. لا تتأثر يا أخي، لقد أراد أن يستدر عواطفك بقوله رحم الله أباك يا جواد. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ما الذي يدهشك هكذا؟ ألم ترى الهلال من قبل؟ من قال إنني مندهش؟ إنما أسبح الله. أذكرك ألا تسهر طويلا، لدينا عمل شاق في الصباح. لا أستطيع النوم، القلق يتملكني. هل الثراء والخير يدعو للقلق؟ أخشى أن يعاقبنا الله بما نفعل. إذا كنت ترى ذلك فنحن على استعداد لأن نأخذ نصيبك وننقذك من العقاب. افعل ما تريانه صوابا. حسنا، سأذهب لأنام حتى أصحو مبكرا. سبحان الله العظيم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وتجاوز عن ذنوبنا. سبحان الله العظيم.
هيا، إنني متشوق لرؤية الثمار الطازجة والحبوب الوفيرة. وأنا أكثر منك شوقا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هيا، أين ذهبت جنتنا؟ هل ضللنا الطريق إليها؟ كلا، لم نضل الطريق، بل حرمنا من الخير. مات كل شيء، هلك كل شيء، أصبحت الجنة كالصريم، صارت خرابا. الويل، الويل لنا. ماذا حدث؟ قل كيف حدث ما حدث، كيف تموت الحيوانات والطيور كلها في نفس الليلة، وكيف تتحول إلى عظاما بتلك السرعة؟ هل كانت عاصفة؟ كنا سمعنا صوتها. ألم أقل لكم لولا تسبحوا؟ لا توجد نبتة واحدة أو حيوان أو طير. لقد ضعنا بسببك. أنا؟ كان الاقتراح اقتراحك أنت، رفضت أن تعطي المساكين. كنت أنفذ رغبتك لأنك أخي الأصغر، وقد أوصاني أبي عليك. بل أنا الذي كنت أتبعك لأنك الأكبر، ومن المفترض أن تكون أكثر حكمة. أحذرك يا صخر أن تتمادى. أرني ماذا ستفعل يا أسد. حرام عليكما، ألا يكفينا ما نحن فيه من خراب؟ هل هذا وقت التلاوم؟ قل له هذا الولد هو المخطئ. إن الجدال قادنا إلى الخصام، وهذا ما كنت أخشاه وأحسب حسابه. ماذا تقول؟ لقد اشتركنا جميعا في جريمة واحدة. إن أحدنا قد فكر في الجريمة، ولكننا جميعا اشتركنا فيها. أنت في الحقيقة لم تشاركنا، بل شاركتكما بالسكوت عن الخطأ وعدم الاعتراض. دعونا الآن مما حدث ولنتأمل الدرس. أي درس؟ لنسأل أنفسنا لماذا عاقبنا الله بالحرمان. كان طغياننا هو السبب، لنعترف بذلك. إننا في الحقيقة ارتكبنا جريمتين، لا جريمة واحدة. كيف؟ الأولى أننا حرمنا المساكين من الصدقة الواجبة. والثانية؟ كنا نتصور أن العطاء من المال ينقص المال، واكتشفنا الآن واكتشفنا أن البخل هو الذي يضيع المال لا الصدقة. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أيها الخادم، ماذا قلنا؟ معذرة، نسيت. أيها الأخ الخادم الطيب، هل يمكن أن تحضر لنا طعام العشاء؟ أيها الخادم الطيب الجميل، أرجوك أن تسرع فنحن نتضور جوعا. لقد أحضرته فعلا يا سيدي. أين هو؟
إنني لا أراه. إنه أمامك يا سيدي. ما هذا المزاح؟ كيف تجرؤ؟ ماذا قلنا؟ ألا ترى أنه يسخر منا؟ معاذ الله، لقد أحضرت لك كل ما في البيت من طعام. هل تظننا دواجن لنأكل خبزا يابسا؟ هذا ما نأكله نحن كل يوم يا سيدي. لا بأس، أمرنا لله. هل لديك المزيد من الخبز اليابس؟ لو كان هناك المزيد لقدمته يا سيدي في الحال. انتظر يا أسد انتظر، اترك لنا شيئا. لقد بعنا كل ما نملك، الأثاث، الخيول، حتى ملابسنا الحريرية، واستبعدنا كل الخدم ونوفر في النفقات قدر ما نستطيع. سنظل على تلك الحال إلى أن نموت. لا شيء يبقى على حاله يا أخي، والأيام دول. لقد عرفنا خطأنا وندمنا على ما فعلنا، المهم الآن كيف نجد طعامنا كل يوم. لا يا أسد، ليس الطعام هو المهم الآن. وما هو الشيء المهم في رأيك؟ أن نخلص التوبة، أن نعزم على عدم العودة إلى ما كنا عليه من طمع وبخل وأنانية. هل تظن أن الله يقبل توبتنا؟ إن الله تعالى وعد بقبول التوبة إن كانت صادقة. إن جريمتنا في الحقيقة أكبر من أن يغفرها الله لنا. هذا ذنب جديد ترتكبه. كيف؟ أن تعتقد أن جريمتك أكبر من عفو الله أو غفرانه. إن رحمة الله وسعت كل شيء. وبعد أن أدرك أصحاب الجنة خطأهم وتابوا إلى الله توبة نصوحة، بدلهم الله أرضا خيرا من أرضهم فاجتهدوا في زراعتها. أحضرت لكم البذور التي نحتاجها. جئك في وقتك، لقد أتممنا حرث الأرض. الحمد لله الذي أعاننا بالجهد ويسر لنا شراء هذه الأرض. سبحان الله العظيم، هذه بشارة خير. تفضل يا سيد شيبون، أرجو أن تأكل من هذا اللحم. لقد أكلت يا بني أكثر من طاقتي. بالهناء والشفاء. تفضلي يا جدتي، هذا الصنف جيد، لا يحتاج إلى العناء في المضغ. سأحمل عنك الإناء الكبير. إنه ثقيل عليك يا زوجتي، تأكدي أن النساء يأكلن جيدة. سبحان من هذا عطاؤه وتلك نعمته. اللهم أعنا على شكرك وذكرك واجعلنا من المقبولين. سبحانك يا الله. حدثت قصتنا في المدينة المنورة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها بأربع سنين، وكان أهل المدينة في ذلك الوقت يعانون من كساد التجارة وقلة الغذاء حتى جاع أكثر الناس. قتادة، يا زوجي الطيب، ألا تسأل هؤلاء الناس أن يعطونا شيئا مما أعطاهم الله؟ يا سهيلة، إنهم مثلنا لا يملكون شيئا، ولو كانوا يملكون طعاما لاقتسموه معنا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أرى القدور تغلي فوق النار. لا يوجد بها غير الحصى. ها فهمت، يشعلون النار ليقنعوا الأطفال بأن هناك طعاما يعد فيطمئنوا ويستطيعوا النوم على جوعهم. الحمد لله على كل حال. قتادة، سمعت أن عمك رفاعة يملك طعاما كثيرا ويملك كذلك درعا من الحديد. نعم، أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الدرع من الغنائم أمام الناس جميعا. أعرف قصة الدرع، ما يعنيني الآن هو الطعام. أخجل أن أطلب منه يا سهيلة. كيف تخجل وهو عمك؟ حسنا، سأذهب إليه قبيل الفجر وأعرض الأمر بشكل لائق، كأن أقول مثلا أريد أن أؤجر نفسي للعمل، وسيفهم بالتأكيد. أرجو ذلك يا قتادة، تصبح على خير. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر،
إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أشم رائحة لبن طازج وعسل أيضا. هذه الروائح يا طعمة تأتي من بيت جارك اليهودي زيد، أعوذ بالله منه جار السوء هذا. يا إخوتي في الله، دعونا من اغتياب الناس ولنتحدث في خير. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ما رأيكم في الحديث عن خروف مشوي؟ ألا تفكر إلا في الطعام يا أخي؟ ربما لهذا السبب اشتهر أخونا بشير بين الناس بكنية طعمة. اسمعوا يا أحبتي في الله، الجوع الذي نعاني منه هو امتحان من الله ليختبر إيماننا، وعما قريب سنكون في خير إن شاء الله. خير؟ أي خير يأتي وسيد من سادات الخزرج مثلي لا يجد كسرة من خبز؟ أظن هذا هو المكان. من هناك؟ السلام عليك يا أخي في الله، يا طعمة. ما الذي أتى بهذا الأوسي قتادة في هذا الوقت؟ لماذا جرى مني طعمة الخزرجي ولم يرد علي السلام؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. انظر يا قتادة، لقد ثقبوا الحائط وسرقوا ثروتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اهدأ يا عمي. سرقوا الدرع الغالية، لابد أن السرقة من أعدائنا من الخزرج. لا تفكر بهذه الطريقة يا عماه، لقد ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا نحن قبيلة الأوس وبين الخزرج، وأنقذنا من الفتنة. ومن يكون السارق إذن؟ لو أبلغت عمي بما رأيت لأشعلت حربا بين الأوس والخزرج، الأفضل أن أبلغ رسول الله. إلى أين تذهب في مثل هذه الظروف يا قتادة؟ سأذهب إلى رسول الله لأبلغه بأمر مهم. قد علم رسول الله أنني سارق الدرع. هل أنت متأكد؟ أبلغه قتادة بعد أن رآني أحمل الجوال في الطريق. لم نقل لك أن تسرق يا طعمة، هذا خطأك أنت. ليس هذا وقت اللوم، أنتم أهلي وعشيرتي من الخزرج، ويجب أن تحموني حتى إذا أخطأت. معه حق، ستعيرنا قبيلة الأوس ما حيينا. وما العمل؟ ادفن الدرع المسروقة في بيت جارك زيد اليهودي. أحسنت يا مبشر، سيتهم هو بالسرقة بدلا مني. ها؟ ولكن ما العمل في قتادة الذي رآني في الطريق؟ نذهب إلى الرسول ونقول إننا رأينا زيدا يسرق. هذا لن يحدث أبدا،
أتريدونني أن أكذب على رسول الله؟ إذا نلزم الصمت ولا تبلغ بما عرفت. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من المسلمين ليفتشوا بيت زيد ويبحثوا عن الدرع المسروقة. لا تضيعوا وقتكم يا سادة، أنا لم أسرق شيئا. أعيد كل شيء مثل ما كان. لا يوجد شيء في البيت. لعله أخفى الدرع خارج البيت. أمامكم جبال يثرب كلها، فتشوها حجرا حجرا. لماذا الأرض غير مستوية في هذا الموضع من الحديقة؟ لا أدري، هل عدم تسوية الأرض تهمة أخرى؟ هيا بنا نحفر في هذا المكان، هناك آثر لدقيق منثور. استمر في الحفر. ها هو الجوال وبداخله الدرع. لا أفهم شيئا، كيف أتى إلى حديقتي؟ لماذا لم تخبرني بأنك سرقت الدرع يا زيد؟ اصمتي أيتها الحمقاء، إنها تمزح. أردت أن تستأثر بثمنه وحدك، أليس كذلك يا زيد؟ قلت اصمتي. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. قتادة، ألن تأكل شيئاً؟ الحمد لله، لا أشعر بالجوع. إنه طعام حلال، لقد أثمرت النخلة بفضل الله، وجمعت لك منها هذا التمر الطيب. كلي أنت بالهناء والشفاء. لماذا تعذب نفسك باللوم والعتاب يا قتادة؟ أنت لم تقل إلا ما رأيت. لقد رأيت بالفعل طعمة يحمل شوالاً على كتفه، أو خيل لي أني رأيته. ألست متأكدا مما رأيت؟ ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قد أدان زيد اليهودي وحكم عليه، فإنني أصدق الرسول وأكذب عيني. ما الذي يحزنك إذن؟ قول رسول الله لي أني اتهمت رجلا من المسلمين دون بينة. أحسن الظن بالله ورسوله يا قتادة، ولا تحمل نفسك فوق طاقتها. وقبل أن يشرق فجر اليوم التالي، أرسل الله تعالى الملك الأمين جبريل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليوحي إليه قرآنا يبرئ زيد اليهودي ويكشف عن حقيقة السارق. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. من يصدق ما جرى؟ أخرجت الدرع بنفسي من حديقة زيد. كنا على ضلال يا أخي، كانت قلوبنا تتمنى أن نبرئ أخانا المسلم، فلم نستمع لشكوى البريء. نعم، تحكم فينا الهوى، فكان من السهل أن نضل. لقد رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصعد فوق المنبر ليبرئ أمرا ليس من ديننا، فإياكم والظلم، ولا تتهموا الناس بالباطل. لقد صدق الله، والدرع لله. أشهد أنني سأبيع هذه الدرع وأهب ثمنها لإطعام الناس. زيد، أما زلت غاضبا مني؟ لقد شككت أنني سارق يا رحيل. سامحني يا زوجي، رأيت الجوال بعيني مدفونا في حديقتنا. أتظنينني أسرق؟ لماذا لا تجيبين؟ ليس هذا هو المهم.
وما هو المهم إذن؟ المهم هو هذا الدين العجيب الذي يهتم بتحقيق العدل ولو على حساب أتباعه. لقد نزل قرآن لأجل تبرئتك وإدانة المسلم، ألا تفكر في الأمر؟ ها؟ ماذا تقصدين؟ أعلن إسلامي؟ مستحيل، سأظل في معاداتي لمحمد وأتباعه ما حييت. ورب موسى وهارون، إنما قاله محمد على منبر المسجد ونقله لنا الناس ليجعلني في حيرة. دعك من الحيرة واحضري لما تبقى من لبن وعسل، فإن اتهامي بالسرقة قد جعلني أشعر بالجوع. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قلت لكم إن الكذب يهلك صاحبه، كيف بكم وقد كذبتم على رسول الله؟ سنبكي بين يديه صلى الله عليه وسلم ونتوسل أن يسامحنا. كنا نقصد أن نحمي سمعة العائلة ونمنع الفضيحة ونطفئ نار الفتنة بين الأوس والخزرج. ها قد علم الناس بالحقيقة أن المسروق من الأوس والسارق من الخزرج، ولم تشعل النار ولم تقم الحرب كما تدعون. العدل وحده هو الذي يطفئ نار الفتنة. لست أفضل منكم حالا، لقد كنت كالشيطان الأخرس. صحيح أنني لم أكذب في حضرة رسول الله، لكنني كتمت عنه شهادة الحق. يا ويلنا مما فعلنا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. في بيت من بيوت بني إسرائيل، لكنه عامر بالقلوب الطيبة المؤمنة، عاش الرجل الصالح عمران بن آثام مع زوجته حناء. لو أن الله يرزقني بمولود سأهبه لخدمة المحراب وطاعة الله، اللهم فاشهد. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. حمدا لله على سلامتك يا أختي الحبيبة. أدعو الله أن يرزقك أنت أيضا بالذرية الصالحة يا إليسابات. آمين يا رب. كنت قد نذرت ما في بطني لله تعالى قبل أن أعرف أن المولود أنثى. ما هذا التفكير العجيب؟ إننا أمام الله سواء. ولكن الذكور لهم القوامة وهم الأقوى في الحروب والشدائد. لا ندري أين يكمن الخير، ربما تكون هذه الطفلة الهادئة فيها الخير لك وللدنيا كلها. أفكر أن أسميها مريم. مريم اسم جميل. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أيها القوم، لقد أنجبت السيدة حنة مولودتها مريم، وإني أرشح نفسي لكفالة الطفلة بعد موت أبيها السيد عمران كبيرنا. ولماذا لا أفوز أنا بهذا الشرف؟ أنا أكثركم ثراء والأحق بكفالة الطفلة مريم. وتحدث نبي الله زكريا، فغالبا سيحوز كفالة مريم، فهو زوج خالتها والأقرب لها نسبا. حسنا حسنا، لنستهم بالأسهم، ومن يفوز يكفل مريم. ها هي الأسهم، أدرها جيدا في الجعبة يا رجل. ها زكريا. أها، هل قلنا سنقترع مرة واحدة أم ثلاث مرات؟ لم نحدد. إذن هي ثلاث مرات.
ولكنني لا أطمئن لهذه الجعبة، لنذهب إلى النهر أفضل. سأقذف الأسهم الخشبية في الماء، والسهم الذي يسير عكس التيار يكون صاحبه الفائز. زكريا مرة أخرى: هل قلنا الذي يسير مع التيار أم عكس التيار؟ أظننا قلنا الذي يسير مع التيار. بالضبط، أنا أيضا سمعتها هكذا. دعاهم نبي الله زكريا أن يتقوا الله ولا يلجأوا إلى تلك الحيل. سنعيد الاقتراع يا زكريا للمرة الثالثة والأخيرة. هذه المرة نقولها بوضوح: السهم الذي يسير مع التيار يكون صاحبه هو الفائز. نعم، هذا في مصلحتنا. لا مفر من إعلان الهزيمة، يكفل هو مريم ونوفر نحن في النفقات. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. كلما جئت لزيارتك وجدتك في صلاتك يا مريم. هذا من فضل الله. ما هذه الفاكهة العجيبة؟ لا أدري. نحن في موسم الشتاء والثلج يملأ أسطح المنازل. نعم، سمعت صوت سقوطه قبل أن أبدأ في الصلاة. ما أسأل عنه، من أين جاءت فاكهة الصيف إلى هنا؟ لا أدري حقا يا خالتي، هو رزق وهبه الله لنا. كلي هنيئا مريئا. يا لها من فاكهة لذيذة، لم أذق في حياتي مثلها. أرجوك احملي ما تبقى لنبي الله زكريا عليه السلام. سأترك شيئا من الطعام إذن. الحمد لله، لا أشعر بالجوع مطلقا. أنت لا تأكلين شيئا يا مريم. ومع هذا أشعر بالشبع. حدثني زوجي عن تلك الفاكهة من قبل، واليوم أراها بعيني وأذوقها أيضا. أنت مباركة يا مريم. لا تبالغي يا خالتي، إنما أنا أمة من إماء الله، أرجو رحمته. ادعي لي أن يرزقني ربي من فضله. وما قيمة دعائي بعد أن دعا لك نبي من أنبياء الله، وهو السيد زكريا عليه السلام. أعلم، ولكني أطمع أيضا في دعائك لي. اللهم احسن وقوفنا بين يديك، وألهمنا أن ندعو بما فيه الخير لنا. اللهم اكرم نبيك زكريا الذي يكفلني ويرعاني، وأكرم زوجته التي ربتني وأحسنت إلي. لما رأى سيدنا زكريا عليه السلام الرزق الذي يأتي لمريم في محرابها، فضلا عن تقواها وخلقها العظيم، تمنى على الله أن ينجب، ودعا ربه ودعوة الأنبياء حق. هذا أجمل خبر سمعته يا خالتي. أنا نفسي لا أصدق يا مريم، كيف تلد عجوز مثلي؟ ليس بعيدا على الله الكريم. كلي، أنت الآن بحاجة إلى الغذاء. لم تعد لي أمنية في هذه الدنيا إلا أن أفرح بك يا مريم وأحمل أولادك. هذا أمر لا أفكر فيه أبدا، لقد نظرت نفسي لعبادة الله الواحد الأحد. أعرف، ولكني تمنيت أن أرى لك وليدا. كلميني عن مولودك أنت يا خالتي، هل فكرتما في تسميته؟ يحيى، هكذا سماه الله. الله هو الذي اختار له الاسم؟ نعم، أوحى به إلى نبي الله زكريا. يحيى، لم يطلق هذا الاسم على أحد من قبل. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا،
قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. كانت السيدة مريم وحدها في المحراب عندما تجلى لها الروح الأمين جبريل عليه السلام في صورة كائن بشري. ما هذا؟ من أنت؟ طمأنها الملك الكريم بقوله إنما أنا رسول ربك جئت بأمره لأبشرك بغلام زكي. غلام؟ كيف يكون لي غلام وأنا لم يمسسني بشر؟ قال الملك الكريم هكذا قضت مشيئة الله تعالى، سيكون هذا الغلام بإذن الله آية للناس ورحمة من الله. ونفخ الملك الكريم نفخة قوية ثم مضى في هدوء. أين الذي يكلمني؟ لم يذكر لي حتى اسمه، كيف مضى والباب مغلق؟ يا ربي يا ربي أعني على ما قدرته لي. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. مريم ماذا جرى؟ لم تزوريني منذ وقت طويل. خالتي أهلا بك، هل أنت بخير؟ الحمد لله على كل حال. له الحمد في السراء والضراء، ولكن صوتك ينبئني عن شيء خطير. ماذا تعنين؟ هل تخفين أمرا عني؟ ليته كان بمقدوري أن أتحدث. افتحي قلبك يا مريم وكوني واثقة بالله. صدقيني لا أدري هل يصح لي أن أتحدث أم لا. فهمت، أنت فتاة مباركة، ومن يكن مثلك مع الله لا يخشى شيئا من أمور الدنيا. كنت واثقة أن هناك أمرا خطيرا يا مريم. المهم الآن يا خالتي ماذا أفعل؟ وماذا بوسعك أن تفعلي؟ هذا أمر من الله عز وجل، وهو اختيار فيه مجد وتشريف. وهل يفهم الناس من حولنا تلك المعاني السامية؟ ومنذ متى يا مريم تشغلين نفسك بما يقوله الناس؟ كنت لا أشغل بالي به في أموري الخاصة، عباداتي وخلوتي مع الله. أما الآن فالأمر يختلف. كيف؟ إنجابي لطفل دون زواج مسألة تتعلق بسمعة أمي وأبي رحمهما الله، وتتعلق أيضا بسمعة نبي الله زكريا الذي يكفلني. لا تعذبي نفسك يا مريم، يكفي أن تكوني طاهرة عند رب العالمين. يعلم الله أني لا أخشى على نفسي، وإنما أخاف على الوديعة في أحشائي، ربما يحاولون إيذاء. هل بدأت تشعرين به؟ نعم، هو إحساس عجيب، مزيج من الحنان والخوف ومزيج من الأنس والرهبة. ترى ماذا يكون شأنه؟ وما أدراك أنه صبي، ربما تكون فتاة طيبة كأمها. لا، إنه غلام، أخبرني الملك الكريم بذلك. آه يا ربي، ماذا أفعل الآن؟ وأين أذهب؟
ليتني مت قبل هذا ونسيني الناس. ووضعت العذراء مريم وليدها المسيح عيسى عليه السلام. ما أجملك يا بني وما أشقاني. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أشعر بظمأ عجيب وأحس بجوع أيضا. وتحدث نبي الله عيسى في المهد وقال لها: لا تخافي ولا تحزني. سبحان الله العظيم، أيتكلم المولود في مهده؟ قال لها: انظري إلى أسفل منك، ستجدين جدولا صغيرا من الماء، اشربي يا أمي هنيئا مريئا. الحمد لله الذي سقاني. ثم عاد يقول: هزي إليك هذه النخلة، ستسقط عليك حبات من التمر الناضج، كلي بالهناء والشفاء. الله، ما أجمل مذاقها. قال لها عيسى عليه السلام: أريدك أن تسعدي ولا تشغلي بالك ولا تحملي هما يا أمي. كيف لا أشغل بالي يا حبيبي؟ إن إنجابي لك في نظر قوم لا أدري ماذا أقول. قال عيسى عليه السلام: لا تقولي شيئا. كيف وبماذا أفسر لهم الأمر؟ قال عيسى عليه السلام: إذا رأيت أحدا من الناس فاصمتي وقولي إنك نذرت صوما لله، ولا تكلمي أحدا، واترك الأمر لي. يا حبيبي، إنك تتحدث وكأنك رجل يرعى شأني، اللهم لك الحمد في كل الأمور. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وعادت السيدة مريم العذراء تحمل وليدها إلى المحراب وهي مطمئنة إلى قضاء الله وإلى صحبة ذلك المولود الطاهر. انظري يا أروبا، أليست هذه مريم الناسكة؟ نعم، ماذا تحمل بين يديها؟ أظنه طفلا رضيعا، ربما هو يحيى بن زكريا وإلى سبات. لا، لقد كبر يحيى وصار يمشي وحده، رأيته منذ ساعة مع أمه في السوق. من يكون الطفل الرضيع؟ لا أدري. إن مريم تعتزل الناس جميعا، فمن أين تأتي بطفل؟ لا تصدقي كل الظواهر يا إيدال، من يدري؟ أرى أن تكتمي الأمر ولا نخبر به أحدا من الناس. بالطبع، إنها سمعة فتاة عذراء، سنتكتم الأمر ولا شك. إذن أنت لا تنكرين أنه ابنك؟ لماذا أنت صامتة؟ قلت لكم من قبل أنها نذرت صوما لله فلن تكلم إنسانا. صوم؟ وهل تصوم الخاطئة؟ أصمتي وإياك أن تزيدي حرفا واحدا في حق مريم. لم نأتي هنا لنستمع إلى حديث النساء يا مريم، لقد فعلت منكرا عظيما. ما كان أبوك رجل سوء وما كانت أمك يوما من البغايا، كيف تفسرين لنا ما حدث؟ ماذا؟ هل تسخرين منا؟ كيف نكلم طفلا ما زال في مهده؟ أجابهم المولود عيسى عليه السلام: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا،
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. المولود يتكلم؟ إنه أفصحنا لسانا. ونظر النبي الكريم لأمه مريم وقال: وجعلني الله برا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أظن الأمر واضحا، لا داعي لبقائنا، اسمحي لنا أيتها المرأة الصالحة. الحمد لله تعالى. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. لوط عليه السلام قبل تلقيه الأمر بالنبوة والدعوة كان يرافق عمه الخليل إبراهيم عليه السلام في دعوته، فقد كان أول من آمن به بعد زوجته سارة، وانتقل معه بين المدن. ولما جاءت الرسالة إلى لوط عليه السلام بتكليف من رب العالمين، أمره إبراهيم عليه السلام أن يذهب إلى قوم سدوم. وذهب إبراهيم عليه السلام إلى بيت المقدس لينعم به، وأكمل لوط عليه السلام سيره إلى قوم سدوم للعيش بينهم ودعوتهم لتوحيد الله وعبادته، رغم أنهم قوم سوء يفعلون الفواحش، يقطعون الطرق، يهاجمون القوافل، يقتل القوي الضعيف، ويسفك الملوك دماء الأبرياء، ويأتون الرجال من دون النساء، ويستحلون أموال الناس بالباطل. ودعا لوط عليه السلام قومه وتحمل أذاهم، ولم يؤمن منهم أحد. وكان من أصعب الامتحانات التي مرت به زوجته التي رفضت اتباعه وبقيت مع قومها على الباطل. نحن قوم سدوم نفعل ما نريد، لا نلقي بالا بالحلال أو الحرام، نشرب، نمرح، نفرح، حتى الآلهة تبارك أفعالنا، إلا زوجي لوط الذي ضرب بيننا وانفصل عنا ودعا إلى إله آخر، إله عمه إبراهيم، يدعونه برب العالمين. وما رب العالمين؟ رب نوح وإبراهيم، رب كل شيء ومليكه، الخالق الرازق البارئ المصور، من خلق لك هذه الدابة، من سقاها وأطعمها، من شفاك وأطعمك، من رزقك وكفاك وكفلك.
وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى. اسكت واذهب عنا، أنت ممن فتنوا بلوط وإبراهيم. لقد أمرنا خليل الله أن نكون في عون لوط وألا نتخلى عنه، نحارب من حاربه ونسالم من سالمه. وهكذا كان أول من عاد سيدنا لوط عليه السلام زوجته، وتآمرت مع قومها للتخلص منه ومن دعوته، ولكنه لم ييأس واستمر في دعوته. ماذا تريد يا لوط؟ يرد عليه لوط عليه السلام بأنه جاء داعيا إلى توحيد الله رب العالمين، رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشرق والمغرب، وهو الذي يتوفاك حين تنام وهو الذي يحييك. وكم تريد يا لوط من المال والعبيد والنساء كي تترك هذه الدعوة وترجع إلى دين سدوم؟ يقول لوط عليه السلام: ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. ولكننا لا نريد الهدى، نريد أن نظل هكذا نفعل ما نشاء وقت ما نشاء. يقول لوط عليه السلام: ولكن الله أرسلني إليكم خاصة. إلينا خاصة؟ نحن لا نريد رسولا ولا نبيا. يقول لوط عليه السلام: إنكم لتأتون الفاحشة وإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون. وماذا حدث يا مولاتي بين لوط والملك؟ أعطاه الملك موثقا وأمانا أن يعيش آمنا في دعوته، لا يمسه أحد بسوء. يا له من رجل عنيد هذا الزوج الذي لا تقف أمامه الدنيا في دعوته لدينه ودين عمه إبراهيم. حاول لوط عليه السلام هداية قومه ولكنهم أبوا، فقوم سدوم مصرون على الهلاك بالمعاصي والذنوب، وكان دعاء إبراهيم عليه السلام له: اللهم نج لوطا وأهله مما يعملون، حتى وقع قوم سدوم في مأزق كبير فاستعانوا بلوط عليه السلام. ترى لماذا بعث الملك بارع ملك سدوم لزوجك يا سيدتي؟ كل الملوك قد تجمعوا عند بارع ملك سدوم، لا أدري لماذا. يا لوط، لقد اجتمع الملوك معك لنستعين بك في أمر كبير. الآشوريون قد بغوا علينا وجمعوا منا الضرائب الباهظة، فهل أنت عون لنا في حربنا ضدهم؟ يرد لوط عليه السلام بأنه يقف مع الحق أينما كان وحينما كان. هذا هو عهدنا بك يا لوط،
لا تعين ظالما ولا تترك مظلوما ولا تخشى أحدا في الحق. فهيا هيا يا قوم سدوم، سنحارب الآشوريين ومعنا الملوك والجيوش. ودخل لوط عليه السلام الحرب مدافعا عن الحق، رافعا راية الجهاد ضد الظلم، ولكن سدوم هزمت شر هزيمة، فإن معصية واحدة أشد على الجيوش من سيوف الأعداء، وقوم سدوم لم يتركوا ذنبا ولا فاحشة إلا وفعلوها، فنالوا عقابهم حتى وإن كان فيهم لوط نبي الله عليه السلام. واستمرت دعوة لوط عليه السلام لقومه حتى وصل الأمر بالتستر للنساء. فما كان إلا أن أمر لوط عليه السلام بناته بالحجاب والتستر كما أمره رب العالمين، حتى طلبت منه زوجته الطلاق. طلقني يا لوط، طلقني، خذ بناتك، فأنا لست منكم وأنتم لستم مني. يرد لوط عليه السلام: ما أمرت بهذا، إنما أمرت أن أصبر عليكم حتى يحكم الله بيني وبينكم. إذن لابد من طردك وبناتك من سدوم، سأذهب بنفسي للملك ليطردك وبناتك، وانظر ماذا يفعل لكم الرب. وذهبت زوجة لوط عليه السلام إلى الملك تستعديه على زوجها لوط عليه السلام وبناته. يا لوط، لقد كرهتك زوجتك فطلقها. يقول لوط عليه السلام: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. لكنها لا تريد أن تعيش في بيتك، كرهت مأكلك ومشربك ومسكنك. يرد لوط عليه السلام على زوجته: شأنك كقومك، فهم لا يحبون الناصحين، وسأصبر حتى يفتح الله بيني وبينهم بالحق، وهو خير الفاتحين. لن أتبعك يا لوط، لن أتبعك، ولن أحرم نفسي وقومي من ملذات الحياة الدنيا. قال لوط عليه السلام: من تبعني فإنه مني، ولا يحل لي أن أزوج بناتي بمن ليسوا مني. أعلن أنا ملك سدوم أنه لا حق لأحد في بنات لوط، بل لا حق لأحد من سدوم في بنات لوط. وازداد طغيان القوم، ولكن لوط عليه السلام لم يتوقف عن دعوتهم. ووقف لوط عليه السلام وسط قومه ينصحهم قائلا: يا قوم اتقوا الله الذي أنتم إليه راجعون، والذي أنتم إليه تحشرون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. لقد وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. يقول لوط عليه السلام: يا قوم كفوا عن هذه الكبائر والمعاصي التي تفعلونها ليل نهار، واتقوا ربكم يغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وماذا تريدنا أن نفعل؟ يقول لوط عليه السلام: يا قوم كفوا عن الفاحشة التي ما سبقكم بها أحد من العالمين، إنكم لتأتون الذكور وتقطعون الرحم وتسرقون. وأمرهم ألا يفسدوا في الأرض بعد إصلاح. إنك تعلم أننا لن نفعل ما تقول، فأتنا بالعذاب إن كنت من الصادقين. ولوط إذ قال لقومه: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين.
فأيقن لوط عليه السلام أن عذاب الله آت لا محالة. بعد أن عميت أبصارهم وصمت آذانهم عن سماع الحق، وعلم أن دعوته لقومه قد انتهت وأن العذاب مصيبهم، وجاءت ساعة الحساب. فأرسل الله ملائكة لخليله بالبشرى والإنذار، بشرى لخليل الله إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة بالذرية الصالحة، والإنذار لقوم لوط عليه السلام بالعذاب. جاء ضيوف إبراهيم عليه السلام من الملائكة، ودخل ضيوف إبراهيم عليه السلام بيته، فما رأى الناس أجمل منهم، فقدم لهم الخليل إبراهيم عليه السلام الطعام بنفسه، ولكنهم لم يأكلوا، فأحس بالخوف، فقالوا: إنا أرسلنا إلى قوم لوط، إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. وفي هذه المقابلة بشرتهم الملائكة بميلاد إسحاق عليه السلام، ومن وراء إسحاق يعقوب. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، ذلك أن إبراهيم كان يرجو أن ينيبوا وأن يتوبوا، وقال لهم إبراهيم عليه السلام: أتهلكون قرية فيها 300 مؤمن؟ قالوا لا. قال: فمئة مؤمن؟ قالوا لا. قال: فأربعون مؤمن؟ قالوا لا. قال: فأربعة عشر مؤمن؟ قالوا لا. إلى أن قال: أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا لا. قال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وذهبت الملائكة لإنذار لوط عليه السلام بالعذاب لقومه، واقتربت الملائكة من إحدى بنات لوط عليه السلام، فقالوا: يا جارية، هل من منزل؟ قفوا مكانكم، لا تدخلوا حتى آتيكم، أخاف عليكم من القوم الفاسقين. يا أبتي، أرى فتيانا على باب المدينة، ما رأيت أحسن منهم وجوها، أخاف أن يأخذهم القوم، فلقد نهوك أن تضيف رجلا. فرد عليها لوط عليه السلام: خلي عنا، فلنضيف الرجال. فجاء بهم، فلم يعلم أحد إلا أهل البيت. قابل لوط عليه السلام ضيوفه فوجد فيهم جمالا ووسامة، ونزلت الملائكة ضيوفا على لوط عليه السلام الذي ضاق بهم ذرعا من الخوف عليهم، وانطلق أمامهم وجعل يعرض لهم في الكلام لعلهم ينصرفون عن هذه القرية وينزلون في غيرها. فقال لهم: والله ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء. ثم مشى قليلا ثم أعاد ذلك عليهم حتى كرره 4 مرات. وكانوا قد أمروا ألا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك. فقالت الملائكة للوط عليه السلام: بماذا تشهد على قومك؟ ورد لوط عليه السلام بأنهم شر قوم على وجه الأرض، وما كان من زوجة لوط عليه السلام بعد سماعها بأمر الضيوف إلا أن هرعت إلى قومها تخبرهم. لقد جاءك الجديد يا أبي. الجديد؟ وما هو يا ابنتي؟ ساعة
ثلاثة من الفتيان ما رأيت في جمالهم ولا في حسنهم. أين هم؟ أخبريني ولا تخبري غيري، أين هم؟ إنهم مع لوط الآن بالمنزل، نزلوا عليه ضيوفا. آه، جاءت اللحظة التي ستعاقب فيها يا لوط، جاءت اللحظة، إنها لحظة الحساب والعقاب، فلتكن كل قرية معنا حتى يتأدب لوط ونؤذيه في ضيوفه. وما زال لوط عليه السلام يتحدث إلى رسل رب العالمين حتى دخل حارسه. مولاي لوط، إن القوم بالباب قد حضروا إليك يريدون مقابلتك. وفزع لوط عليه السلام وخاف على ضيوفه من أذى قومه، وحذر ضيوفه من الخروج إلى هؤلاء القوم المفسدين. اخرج علينا يا لوط وسلمنا ضيوفك، وإلا دخلنا عليك واقتحمنا المنزل وأخذناهم عنوة. ألم ننهك عن تضييف الرجال؟ وأدرك لوط عليه السلام أن هذا اليوم يوم عسير، هيا يا قوم اقتحموا المنزل وأخرجوا ضيوف لوط. وردت الملائكة: لا تبتئس يا لوط، فإن ركنك لشديد، وإنهم لآتيهم عذاب غير مردود. قالوا: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. فقام لوط عليه السلام يحاول إقناع قومه بالابتعاد عن ضيوفه. وعرض عليهم لوط عليه السلام بناته على سبيل الزواج. قال: يا قوم، هؤلاء بناتي، هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد يا لوط. أعطنا ضيوفك واسلم من أذانا. وردت الملائكة: يا لوط، إنا مهلكو أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. وحزن لوط عليه السلام على أهله وبناته ممن اتبعوه، وخاف عليهم من الهلاك والدمار. فقالت الملائكة: لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. وضرب جبريل عليه السلام بجناحه على أعين هؤلاء الفسقة فطمسها. لا أرى بعيني، وأنا أيضا لا أرى، لا أبصر، أصبحت ضريرا. أين أهلي ومالي وملذاتي وشهواتي؟ وقال لوط عليه السلام لأهله: إن الله أمرني أن أسري بكم، وقد وعدني الله بالنجاة، أنا وأهلي إلا من أصر على الكفر. وخرج لوط عليه السلام بأهله من القرية قبل وقوع العذاب الذي أخبروه أن موعده الصبح، وخرجت معه زوجته. وقد أمرتهم الملائكة بألا يلتفتوا، لأن العذاب يصبهم بمجرد النظر إليه. إلا أن امرأته عندما بدأ العذاب يحل بالكافرين سمعت أصواتهم وصراخهم، فالتفتت تصرخ: وا قوماه، فأصابها ما أصاب قومها من العذاب. قالوا عن عذاب قوم لوط عليه السلام: اقتلعهن جبريل عليه السلام بطرف جناحه من قرارهن، وكن سبع مدن بمن فيهن من الأمم، فرفع الجميع حتى بلغ بهن عنان السماء، حتى سمعت الملائكة أصوات ديوكهم ونباح كلابهم، ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها، وأرسل عليهم صيحة ومطرا من الحجارة تتبع بعضها بعضا، فأبيدت المدن بأكملها، وكانت نهاية قوم سدوم. وعاش لوط عليه السلام يدعو إلى الله تعالى، وأعطاه خليل الله عليه السلام المال والعبيد والماشية لتساعده وتقويه على مواصلة دعوته لتوحيد الله في الأرض.
ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد